السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف السادس الابتدائي، راح نحل مراجعة الدرس الثاني صفحة 29. الفكرة الرئيسة: ما المقصود كله من الدرنات والأبصار؟ أخذنا بالدرس السابق تعريف الدرنة وتعريف الأبصار. قلنا الدرنة هي ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، وتوجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون. هذا تعريف الدرنة. أما تعريف الأبصار قلت البصلة هي عبارة عن ساق قرصية يخرج من أسفلها جذور أرضية ليفية الشكل. يعني هذه الجواب السؤال الأول من الفكرة، هذا الفكرة الرئيسة من مراجعة الدرس الثاني من الفصل الأول. زين، ثانيا، ما الطريقة التي يتكاثر بها نبات البطاطا؟ بالدرنات. خلينا نكتبها بالدرنات. ما الطريقة التي يتكاثر نبات البطاطا؟ الدرنات. زين، ماذا تسمى البصلة في نبات الثوم؟ الأبصار. شنو هي تسمى البصلة في نبات الثوم؟ الفص، يعني الفص أو فصوص، فصوص نقول أو فص كيفكم. ما الفرق بين لحظة ما الفرق بين طريقة زراعة الدرنات وطريقة زراعة الأبصار؟ يعني هاي ثاني وحدة الدرنات وثالث وحدة الفص أو فصوص أو فص. ما الفرق بين طريقة زراعة الدرنات وطريقة زراعة الأبصار؟ باعي اللي قايل الاختلاف وتشابه الاختلاف. خلينا ناخذ اختلاف الدرنات، يجب تقطيع الدرنة إذا كانت كبيرة الحجم. هاي الاختلاف. التشابه نقول الدرنات والأبصال من طرائق التكاثر الطبيعي. زين، هسه اختلاف الأبصال، الأبصال لا يجب تقطيع البصلة مهما كانت حجمها. المفاهيم الأساسية، اختر الإجابة الصحيحة. خامسا، عندما يراد زراعة الأبصال باستخدام الأصص، يوضع في كل أصيص، هاي لمن حليناها ألف، جوابها من 1 إلى 3 بصلة. 6، نبات يتكاثر بواسطة الدرنات وله استخدامات طبية، اللي هو مبين السوس، يقول لك اليانسون والنعناع لو الجزر السوس، لو السوس السوس. التفكير الناقد، النباتات التي تتكاثر بالدرنات أكثر انتشارا من النباتات التي تتكاثر بالأبصال، لماذا؟ أقول له بسبب تحملها نقول الظروف المختلفة عكس الأبصال. الأبصال يعني ما تتحمل، عكس الأبصال التي لا تتحمل الحرارة العالية. عكس الأبصال التي لا تتحمل الحرارة العالية. وإن شاء الله التوفيق.